وفي سياق متصل ومن رحم المعاناة تخرج إبداعاتهم. مهمشون يتقنون الغناء لكبار الفنانين اليمنيين ويبتكرون آلة العود من صفائح معدنية. هل ينالون نصيبهم من الاهتمام؟ نتمنى ذلك. تعد شريحة المهمشين واحدة من شرائح المجتمع اليمني، ورغم أوضاعهم المأساوية والصعبة إلا أن الإبداع لا يعرف لوناً أو شكلاً أو ظرفاً، لتظهر الإبداعات بين ثنايا معاناتهم. نماذج عدة اشتهرت وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحكي إبداعهم وجمال أرواحهم. يعجب العديد من الناس بمواهبهم ويتساءلون في الوقت ذاته عن الالتفات لهم وتحسين أوضاعهم المتردية كل يوم من أسوأ لأسوأ. شريحة المهمشين هم شريحة مهضومة جدا في المجتمع، وعندهم إبداعات كثيرة جدا، بس لا حول ولا قوة إلا بالله، المجتمع بشكل عام عندهم رؤية غير مناسبة لهؤلاء الأشخاص المهمشين نفسهم، ولذلك نرى من المجتمع ومن الجهات المختصة بالاهتمام بهم، لأنهم في إبداعات معهم في أشياء كثيرة جدا. بين دول الناس موهوبين، بس ما بيش حد يعني عنهم ولا حد يفكر فيهم. مرمين بسلة المهملات. احنا نعاني من مواد غذائية، نعاني من خبز، نعاني من كل حاجة، نعاني ما بش معنا عفاف، ولا نشتغل. كيف موهبة وتغني وتقول تجوان؟ كيف يا بنتي؟ هذا خبر، هذا علم. نحتاج 11 نفر في البيت، والله 11 نفر معي، 11 نفر في البيت. لا صبر ولا في موهبة، في أغني، في أرقص، في أفعل كل شيء، لكن كيف أفكر في هذا وأنا جوان؟ كيف؟ هناك العديد والعديد من المبدعين من هم بحاجة ماسة إلى الاهتمام بمواهبهم التي تعد كنوزا تنتظر من يناقب عنها ليبرز بريقها للعالم، ولتحظى بقدر كبير من الاهتمام والرعاية حتى تصقل الموهبة كما يجب لها أن تصقل.